موقع الكتروني صغير غير مسموع، واحد ما يسمع به. والله انا شخصيا اول مره سمعت به اليوم، سمعت بعد ما تم توقيف، وبالبارح بعد ما سمعتوا له وقفوه مدير اخر، خليني نقول لك موقف تاع موقع تاع الشياطين، نقول لك موقع تاع كذا. رحت نشوف الموقع هذايا الجيريسكوب، رحت نشوف ولا كلمة ريان ديتو، وكأنه مديرهم ماهوش معني. نروح نشوف انا في الصحافة الأجنبية لو فيغارو، يعني احدى كبريات الصحف الفرنسية، تتكلم تقول لك مدير موقع اخباري جزائري ورئيس تحرير ديالو تم توقيفهم على اثر تقديم تقرير على مقاولين من جنوب الجزائر انتقدوا النظام، يعني انتقدوا مش النظام، انتقدوا يفصح هذه وحده سمعت من إليزي يدرك تشوفوها. قلت علاش ما يمشي لنا نسمعوا التفاصيل من عند اخ بارك الله فيه، هذا ماهوش حتى من الجريدة تاعهم من الاخر، يعرف مليح الناس وبارك الله فيه، عمل فيديو باش يخبر على الاقل الناس. والله ما ندد ولا دارو، اعطى بكل موضوعية خلينا نعرفوا واش صرا. اسمع السيد شنو يقول، السيد هذايا اعطانا كل التفاصيل تاع القضية ولما توجدها عند حتى واحد. يا سيدي ان شاء الله دي الصوت والصورة. شوفوا على حسب هذا اللي راكم تشوفوا فيه في الصورة، واسمه عمر فرحات الملقب بكاكي، هذا صديقي منذ 2013 تقريبا. رجل ناجح في حياته، ناجح بأتم معنى الكلمة، بغير بلا ما يعتمد على الدولة. قرأ برمجة، وقرأ تخرج من جامعة باب الزوار، قرأ الام تي الاي تي، مهندس في الالكترونيك، عنده عدة مواقع كذلك، ناجح والله غير ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، نعرفه شخصيا ناجح في حياته. دخل كذلك عالم الصحافة، أسس بعض الجرائد الإلكترونية وبعض المواقع. دفعوه لسجل الحراش اليوم صباح. علاش دفعوه لسجل الحراش؟ شوف معايا. نحن حقرنا في حقنا تاع در، ما خلقش اللي يحقرنا، مستحيلة نحب عينه. عينونا كمؤسسات ناشئة فينا المو، ما كرموناش، ما درناش تكريم، علاه ما على بالناش، ما على بالناش. هذا هو الإشكال اللي حابين احنا نفهمه، وعلاش داروا مراسلة للولايات، قال مؤسسات ناشئة، عندي مؤسسة ناشئة، داروا مراسلة للإدارة وقالوا لهم أعطونا المؤسسة، رغم أن في ولاية إليزي كل احنا هادو اللي حضرنا كل واحد عنده سبيسياليست، يعني تخصص في المؤسسة تاعو، ولا واحد في ولاية إليزي طلع، ولا واحد. أول قبل ما نعلق على سجن كاكي وصاحبه رئيس تحرير، دقيقة نوريكم صح. هذا كذلك خونا صفيان غيلاس، ثاني راهو في السجن الاحتياطي معاه، مع كريم كاكي في السجن. سؤال مطروح، والله عندي سؤال بسيط، يعني اولا باش تنجح في إليزي رغم الظروف والعزله والتهميش من طرف النظام، تحل مؤسسه ناشئه وتنجح وتوصل انك تدخل العمله الصعبه للجزائر بعيدا عن البترول وعن الغاز وعن الثروات الباطنيه، تكري انت فكره وتنجح وتستثمر وتدير مؤسسه، سواء في الصناعات التقليديه، سواء في الافرشه، سواء في كثير من المجالات. هذه المؤسسات الناشئه نجحوا واصبحوا يعني يدخلوا في العمله الصعبه للجزائر، تديه للعاصمه تجيبوا 2000 كيلومتر، ومن بعد ما تقيموش مامبا، ما تعرف بالشركه نتاعو، لانك التكريم واش معناتها؟ معناتها الاشهار،
معناتها تعرف بالمؤسسه تاعو، معناتها تجي تزيد تجيب له رؤوس مال، تزيد تجيب له مستثمرين يزيدوا يشاركوا معاه في المؤسسه تاعو، تكبر المؤسسه تاعو. هذا هو المقصد تاع المراه هذه. علاش تم تجاهلنا وحنا رانا قاطعين 2000 كيلومتر وعطيتونا دعوه؟ علاش؟ وش هو الاساس من الدعوه هذه؟ دفعوا كريم كاكي وصاحبه مدير تحرير، علاش؟ فقط لانهم نقلوا صوت المراه هذه، دفعوهم الى السجن الاحتياطي. دركا هذه اسكو طالبت باسقاط النظام؟ اسكو قالت للناس خرجوا حراك؟ دارت حاجه كبيره؟ تكلمت فقط على مؤتمر انه تم يعني تجاهلهم وخلاص، ما ذكرت لا تبول لا شنقريحه لا الاسكاتسون لا والو، فقط كلام بسيط. تدفع زوج شباب وتعطل لهم حياتهم وتلغي على بالك تدمر له كاع مستقبله، لانك راح تعطل له كلش. هذوك المواقع دوك يتغلقوا، حياته ارتباطاته للمعارف نتاعو واللي كونتاكت دمر له كلش. حاليا جان خبر صحفي بسيط جدا انه تم تجاهل المراه هذه والمؤسسات اللي جات من اليزي ومن اضرار ومن تيميمون، تم تجاهله. واش يقولوا له؟ يقولوا له راك تنشر في التفرقه والمساس بالوحده الوطنيه. يرحم بابك، تهميش سكان الجنوب و إلغائهم من أي مشروع ولا من أي تنمية ولا من ناس عايشين في القرون الوسطى، هذا مساس بالوحدة الوطنية ونشر للتفرقة والجهوية ولا لا؟ لا، أسكو كاين عدل في تقسيم الثروات؟ أسكو كاين عدل في توزيع المناصب؟ أسكو كاين عدل في توزيع المشاريع والبنية التحتية؟ العدل في توزيع السكنات وما كانش. شوفوا توزيع سكنات في الشمال، في الجنوب يتقاتلوا على 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 قطعة أرض و70 مليون، يعطيه قطعة أرض و70 مليون اللي ما تجيش حتى فطور الماسو. الماسو لو كان تخلص له فطور تاكل هذيك 70 مليون. خلينا من مواد البناء، وين تبني في الجنوب؟ خلينا من لاسينيسمو والكار. فوالا، أنا اللي يدافع على الوحدة الوطنية ويدافع على سكان الجنوب يقول علاش تمشوا مع طعم الكلمة؟ أعطى الكلمة للمرأة لا أكثر ولا أقل، ما دارش شيء أكثر من هكا، روح الحبس. لازم تسقط هانك لحقنا إلى أنه الموقع ما تكلمش على المدير ورئيس التحرير ديالو. هذا النقد لك في الغم، لازم نقد لك وتسكت تروح في الغم. هذه هي الجزائر الجديدة، هذه هي يعني. ومن بعد يقول لك وعلاش تكلموا وعلاش كذا وعلاش لا لا. وزيد لما تعمل قناة تلفزيونية شكون البي بي سي، مثل البي بي سي تعطيك خبر على بلادك ثم تكلموش عليه. معلاش ما تكلموش عليه؟ تقول لك الجزائر ثالث بلد بعد السيخ، مدينة الجزائر ثالث مدينة هو السيخ. شوفوا هذا بعد الشنقل.